واحد الموضوع مهم. واليوم كما هضرنا ديك المره مره مره تنديروا واحد الحلقه تتعلق بواحد الجريمه، تنعرفوا الناس على الجريمه باش ما يكونش ضحايا ديالها. كنا هضرنا على الشوافات وداك الشيء، كنا هضرنا على ذاك النوار اللي النوار ديال مالي العمارات اللي ما شافوا شيء دابا يشوفوا ولا غندوزوه. واليوم غنهضروا على السماوي. شنو هو هذا السماوي؟ شنو هي الجريمه ديال السماوي؟ التي يعرفوها الناس هما الناس اللي هما ضحايا ديالها او بعض البوليس اللي خدموا في الشرطه القضائيه تيعرفوا شنو هي السماوي. لان الجرائم كل جريمه عندها تسميه ديالها. الجريمه عندها تسميه من الناحيه القانونيه، السرقه، الخطف، الضرب والجرح، الاحتجاز، هكذا، ولكن عندها تسميه من طرف المجرمين ومن طرف الناس العاديين، جريمة تسميه سوقيه. بحال مثلا اللي تضرب الجيب تنسميوه الزرام، اللي تيدي يسرق البهايم في القانون سميتو سرقه البهائم، وعند دوك صحاب هاد الحرفه تيقول ليه الفراقشي هو تيسرق البهايم وكل. المهم التسميه كاينه تسميه قانونيه وتسميه اللي هي سوقيه. هذه تسميه سوقيه معروفه هاد السماوي. شنو هو السماوي؟ السماوي هو واحد خينات واحد السيد واحد المجرمين تيتلقى مراه في الطريق، مراه تيتلقى راجل، تيوقف تيبقى يهضر معاه، تيهضر معاه تيدخل معاه في الموضوع كذا كذا، وتيستطع ديك الهضره ديالو يدي ليه فلوس ولا يدي المراه ذهبها، وكاين اللي تيمشي معاه حتى للدار وتيمد ليه المراه تمد ليه الذهب بيديها، وكاين اللي تيدي الفلوس تما ويمشي معاه للدار ويخرجهم ليه. ودوك الضحايا مساكن تيقول لك اودي في الاخر وكان ما عرفتش كي دار لي انا تنصني وقف معايا دوخني جبت فلوسي ومديتها ليه. كيفاش هاد العمليات هادو تيدار؟ عندهم ضحايا كثار كثار. هاد المجرمين هادو اولا تيلبس اما شي جلابه بحال لا وافقيه وراجل ثابت وراجل معقول، او تيلبس شي حوايج نقيين تيبينوا بانه ولد الناس. وهاد المجرم هذا ما تيكونش بوحدو، تيكون معاه مجرمين اخرين اللي تيساعدوه، تيكونوا ثلاثه ولا اربعه، معاهم شي امراه ومعاهم شي جوج رجال، عندهم طوموبيل باش تيديروا فعلتهم تيهربوا ديك الساعه يخبروا ما يبانوش. كيفاش تيديروا؟ واغلبيه الضحايا ديالهم من النساء. اشرح لكم. المراه في الشارع الا كانت غادا وبغى يوقفها شي راجل ما تبغاش توقف، فلا بغيت تسولها تهضر معاه تحفظ تتكهز منه تهضر معاه تقول له اسمحي لي انا نهضر معاك، تقول لها نعم سيدي ولكن تتكهز اللور ماشي اسمح لي تقول له السلام عليكم تسمع لا. وكاين اغلبيه العائله تيبغي يوقفها الراجل ما تتوقفش كاع، تقول له اسمحي لي نهضر معاك تنزل بحال هكا ما تدورش فيه كاع، ديما تتنوي عنده ليا مبيته وليا خايبه تنزل بحال هكا. الاغلبيه يتم قري نفوسهم واخا تيبغي يهضر معاه شي واحد غير يسولها شي حاجه ما تبغيش تهضر تنزل بحال هكا، تتخاف تتشك فيه تتقول هذا يمكن خدع عليا شي نظره اخرى وهذا وهذا. هاد المال السماوي عندهم الطريقه كيفاش يوقفوا العيالات، كيفاش يوقفوهم؟ سهل القضيه. تيجي عند شي مراه هاد شي وريقه في يده بحال هكا، هاد شي وريقه تيقول لها اسمحي لي نهضر معاك الله يكثر خيرك. هي اش تقول للمراه؟ راه غيهضر معايا يسولني على شي عنوان عنده في يده. تيقول لها شي مسجد هنا الله يرحمها هذيك شي جامع بغيت نصلي، انا ماشي من هنايا بغيت نصلي الله يكثر خيرك. المراه لابد مسكينه متى تسمع غنصلي غتصلي، تقول لها اجي سيدي ها هو. تيقول متى دعت لي تقول نعتي لي الله يكثر خيرك انا ما عرفتش فين الزنقه هذه. المراه تقرب شويه باش توري الزنقه في ذاك الوقت تخدمها. كيفاش تخدمها؟ خصنا نعرفوا كاين واحد النوع ديال العيالات للاسف تهجموا يعاودوا حياتهم، يعاودوا على ديورهم، يعاودوا على ولادهم، ما لو تعاود. هذوك العيالات ذاك النوع اللي تمشي للسوق مع تسعود ما تجي من تمشي للمارشي ولا السوق ولا عند خداره مع تسعود ما تجي حتى 12. اللي لقاتها تسلم عليها. لقاتها لاباس بخير كي داير مصطفى كي داير اش دارت بنت في اسبانيا انا الدريه عندي كذا طاطا تلقاهم واقفين هازين السلال في يديهم بلا 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 ما تيسكتوش. غدا وتعاود. كاين شي عيالات معقولين غدا تقدا تمشي تقداو وترجع في حياتها وتشوف الخطوات ديالها مزروبين. مرات تكون تابعين وليداتها تابع راجلها تابع الدار تابع الشقه مثلا ديك الخرجه عندها مخطوفه تخرج لغايتين ما ديال التقديه وترجع. وكاين شي وحدين شويه عليها وغدا وتهضر وغدا وتعاود وتعاود على بناتها وبنتها اللي في اسبانيا ومصطفى اش قال ليها وكذا وكذا. هنا فين تيلعب هذا المجرم مول السماوي؟ شنو تيدير؟ تهز مثلا واحد الميكا في يده ولا واحد القبطه ديال النعناع بحال غدايز وتيجي حدا جوج عيالات تيهضروا
وتيجي حداهم وتيوقف وتيبقى مثلا تيهضر في التليفون بالعالي ولا كذا، هو تيتصنت ليه واش تيقولوا، المراه خدامه تعاود على بنتها عائشه ولا كذا ولا فاطمه واش دارت لها ومشينا ودرنا فعلنا، هو تيتصنت. لما تيختار ديك الضحيه ديالو ما بين جوج عيالات تيبقى لاصقها من اللور تابعه بعن بعد، فيما تيشوفها وقفت مع شي مراه تيجي يسمن عليها يزيد معلومات عليها. حيت حنا عندنا العيالات الشعبيات خاصها تشوف في الهضره ديالهم تيتخاطفوا على الهضره، حتى وحده ما تشوف وحده ما تهضر وحده تصنت لها، غادي تهضر وغادي تهضر وغادي تهضر وغادي تهضر، كل وحده تدخل اللي عندها قاعده وبليه وثقافه هما كردايرين. لما تيجمع بعض المعلومات عليها تيضرب واحد الدوره تيطلقها عليها. سمحي لي الله يكثر خيرك بغيت شي جامع، انا الله يخليك صحتك، انا ماشي من هنايا ونصلي واحد جوج ركعات وانا شريف وانا مولاي سيد الزوين ولا من سيدي كذا ولا من هذا، وتدخل على شي ولي اللي فيه الرحمه وانا مولاي دري الزر وحنا الشرفاء لالا وهنا. ثم سيدي راه هو الجامع راه هو. تيقول لا لا وريتيني الجامع وريتيني بيت الله والله يعطيك الصحه، وانا نقول لك واحد القضيه وسمحي لي، ورانا غا فقيه ورانا غا في شريف ورانا غا راجل عادي تيثبتها، سمحي لي تهلاي في عيشه وغيجيب الله التيسير وتهلاي في مصطفى غادي يجي ان شاء الله من برا وغيجي عامر. المرأة تسمع تهضر على وسط عائلتها، تهضر على بنتها ولا كذا ولا شي حاجة، إذا قالت إذا كانت تعاود هذيك خيتي قالت لها رجع مرات الأولى والراجل راه يجيب الله الشفاء وغادي في هذه الأيام وغادي يكون منه الخير وغيكون كذا كذا. راه هو هي تسمع هضرة ديال عائلتها ديال واحد داخل عائلتها تقول لها من جابها؟ هذا هو الشواف واش فقيه تيهضر يا فلان ديال عائلتي وتقول لا أنا ما طلبت حتى حاجة والو ما هذا ما هذا أنا نقول غير كلامك وبغيت خيرك ومن هنا تكون عندك واحد الرزيق حافظين كما عشرتي ما سكيتي منه. اسمحي لي انا بنيتي انا ما هذه ما هذه في سبيل الله كما وريتيني بيت الله وريتيني الجامع وقفتي عليا نقول لك انا الخير اللي غديريه. وديك الهضره منين جمعها؟ جمعها منا هي لما كانت غدا وتعاود هي لما واقفه مع وحده خدامه بلا 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 راه خطف ليها شي هضره من تما تما فين تيثبتها وتما فين تتبدا العمليه تما فين تيدير دارها وتما فين تيجيب داك الجليسات. انا ما يمكنش ليا دابا نقول كيفاش العمليه تتم كامله، ندير مدرسه ديال السماوي نقري السماوي نقول ما تيزيد معاها في الطريق اش تيقول ليها كيفاش تلعب معاها في الكتاب كيفاش تيوري ليها كيفاش تيقول ليها زاد جيبي ديك البركه اللي عندك. انا ما نقولها شيء ما نقولهاش لانه ماشي غنهضر على الجريمه باش يردوا منا بعباد الله ونقري الجريمه لعباد الله، لا اللي تنقول اللي وقفك في الزنقه وانت ما وقفت في الزنقه ما عنده ما يقول لك. اسمح لي نهضر معاك عن بعد على سيدي وريني كذا والله عندنا سيدي انا ديزا انا طلع عندنا سيدي في حالتي في الطريق ما نوقف ما حد، هذه بريمير ما نوقف ما حد. اذا كانت شي مساعده غنساعد شي حد في الزنقه نعطيه واحد الصدقه نعطيها عليه وزير مع الطريق. ثاني انا مرة ما غنهشش شي واحد مرض في الزنقه على كتافي ولا نعاونو ولا نمشي مع لومبيلونس ولا نمشي مع هذه ولا هذه، المساعده عندها حدود باينه باينه وظاهره. غادي يقول لي الراجل بغيت اسيد نعم عشان كاتسيدي الجامع راه الله يعينك اسيدي سمحي لي نهضر معاك سمحي لي كذا راه انت كذا كذا. هنا تنقول العيالات راه هما اللي عندهم علاقه السببيه، هما هاد الناس اللي تيبقى يعاودوا اسرارهم وتيخطف منهم ديك الهضره وتيطلق عليها باش تيخدمها. كاين بعض الناس وتسمى في انواع، كاين بعض الناس مخدمين معاهم عيالات ومخدمين معاهم رجال وتياخذوا اخبار الناس في ديورهم في ديورهم تياخذوها تيخرجوها من ديورهم وتيتلقاو لهم في الزنقه باش يضربوهم ويديروا فلوسهم. وهذا المتساموي كما قلنا ما تيكونش بوحدو راه تيكونوا معاه. نعطيك مثلا هو تيهضر مع امراه تيقول لها كذا وكذا 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 تدوز مره اخرى هزاي دري شاده في يديها وزاد بفوا بحال هذه زايره معاه الشريف لاباس واش عقدت عليا انا اللي قلت لها على وليدي راه كان مريض وراه شفاه الله كما قلت لي سيدي الله يكثر خيرك اسيدي والله سيدي نعطيك فتوح ديالك تحط المسطر تقول لا سمحي لي جبت قدام 4000 ريال ولا 50 فرنك هذه ديالك يا الشريف. لا 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 ما تشدوش هذا الشيء هذا انا قلت لك كلامك سبيل الله وجاب الله الشفاء للدري هي سيدي جاب الله هذا هذا كذا هي هذا الشيء ذاك الكتيب اللي عطاك جاب الله فيه التيسير وديك الدواء هي سيدي والله انك لا لا ما تنشدو شيء هاد المراه مسكينه حتى هي تنهضر ليها على شي حاجه ديالها انا لا هذا راه شريف والله يعمر هذا وتتزيد بحالها شتي تبتوها وتيدوز التات عاوتاني ولا خوتي كل فين التات شريف كيدير شويه الله يطول عمرك يبوس لي يده وانا كتعشى معنا شنو غتغدى معنا لا لا سيدي لا لا انا جيت هذا الحي انت ساكن هنا شكون انت ما عقدتش عليك انا هو اللي قلت لي على المراه ديالي قلت لي غادي ان شاء الله تفادى وبنتي غتجي من برا وداك الشيء جا فيه الله تيسير والله انك اسيدي ما تعطيني ما ناكل عندك خويا تزيد تيق
تشوف الناس يعطوا شهادة عليه في الزنقة وهذيك عصابة فيهم ثلاثة ولا أربعة مرأة وراجل وكذا وخدام هذيك الضحية تتجمعوا معها. هذا هو السماوي باش يدخلوا عباد الله في الزنقة. هذا هو السماوي باش يدوا الناس فلوسهم. الواحد اللي غيطول معك في هذا الميدان في هذا الهضرة معك ما دير به. ولا الشريف اسمح لي انا بغيت نهضر معك الله يكثر خيرك راك ما زكيتيش على فلوسك وما زكيتيش ما عطيتيش الصدقه على فلوسك وهذا الشيء حرام عليك. غنعطيك واحد الكتاب في سبيل الله في اسم الله ها هو غنعطيه لك دابا ديال الكنيسات اللي عندك الله يكثر خيرك. انا غير بغيت غير الخير وانا غير طالب الخير وطالب القران ومحافظه القران قال لك بهذه الدوخه ما انت ما دير به ما تزيد معاه ما تتكلم معاه ما تهضر معاه لان مجريته مراه كبيره والتحرميه ديال مراه كبيره تيخليو الواحد تيديو لي فلوسو تيبقى مسكين ما تيلقى ما تيكذب. وهذاك الشيء اللي قال لي عطاني واحد ما شربتو داك الشيء جاب لي كي الدوخه ما عرفتو كي دار ليا طرسني حط لي واحد الكتاب في يدي انا دخلت بهاد الفلوس. لا قول لك غير بلسان العم معاك غير بلسان وغير هضرتو حريفي هذوك تعرفوا واش يديروا وتيعرفوا يعزلوا علاش بدك الهضره انا لا على ولادك ولا لك هذاك الهضره في الزنقه انت هي ما تسديش فمك تمشي تقدم تمشي لدارك هذا وتعاودي هذا وتوقفي دابا شخصيا انت كتضيع تلقى زال كفا واقفين في الزنقه واقفين بلا ولدها مسكين شاده في يدها بالشموشات وهي تعاود على مرتها وتعاود على ولدها وتعاود كما تنقول تخرج مع تسعود تقدا ما تجي 12 هذه داخله لدارها ها الزناقي طط 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 تعاود. نتمنى من الله هذا الشيء يفيد الناس وانا كما قلت ما نقولش الجريمه كامله باش شي وحدين يمشيو يقلدوها يمشيو يبداو يخدموها نقول لهم اش تيديروا من بعد المراه وتقول الناس ياخذوا الاحتياط ديالهم والناس ردوا بالهم من النوع ديال الجرائم وبارطاجيو هذا الشيء باش يعرفوا الناس كلهم وشكرا جزيلا. مشاهدي قناه الحدث 24 مرحبا بكم والسلام عليكم وترحبوا بكم الجديد وتلتقوا من جديد في حلقه جديده. بزاف الناس اتصلوا بيا وهضروا معايا كنت درت واحد الحلقه على الشوافات وقال لي علاش ما درتش على الفقهاء ولا السحور ولا كذا ولا كذا ما الفقهاء خليتهم ما هضرتيش عليهم. وقلت لهم غادي ندير واحد الحلقه خاصه بهذا الشيء هذا بالفقهاء والسحور وعلاقه الفقهاء بالسحور وهذا الشيء من تجربه خاصه كما قلت لكم انا كنت في الشرطه القضائيه وكان عندي واحد القسم كنت انا مكلف به اللي عنده علاقه ب الناس مشعوذين وبشوافات وبمشاكل تيديروا هاد الناس باش نشدوهم نعتقلهم نقدموا المحكمه او شي حاجه تتوقع في الشيء هذا ودوك الشوافات ودوك الفقهاء خلينا منهم بعض الدروس حسب ذاك الفعيل اللي تيديروا وداك الشيء كيفاش وقع لك كيفاش درتي كيفاش كذا طرفنا بزاف د الحوايج عندنا تجربه في هذا الميدان هذا ماشي عندي تجربه كفقيه ولا في السحور لا استغفر الله العظيم. الفقيه بكري الفقيه اللي كنا تنعرفو بكري كنا تنسميوه الفقيه هو اللي كان الفقيه ديال المسيد ديال المسيد المسيد فيه قرينا القران كنا قرينا بكري كنا تنقراو القران فاش كنا صغار كان الوالد ديالك تيديك المسيد عند الفقيه الفقيه كان العمل ديالو اللي دابا باقيين هاد الفقهاء هادو تيقريو الدراسة على القران ولكن في البوادي باللوحه والسمسار وداك الشيء في البوادي في الجبال في البوادي ما بقاش في المدن للاسف دابا غير الروض ولا كروش وكذا وكذا هاد الفقيه كان تيقري الدراري وكانوا الفقيه هو اللي تيخيط جدل الناس ديال الدوار الناس ديال البلاد اغلبيه الفقهاء كانوا خياطه تيخيطوا جدل والفقيه هو اللي كان تيداوي بالقران تيكتب الدري صغير لا مريض شي وحده مريض تديوه للدار تيكتب ليه وتيبخر داك الحجمه تيديروا ليه الحجام هنا كلشي كان تيخدموا بالقران كانت بركتهم كانت بركه وكان تيجيب معاهم الله التيسير وكان بنادم تيبرا الى كتب لي الفقيه تيبرا وتقرا الدر اللي فيه شي حاجه غير القرايه كانت الدرسات يوقفوها بالقرايه كان الفقيه الدرسات يقرا عليها لك الدر الدري وتتوقف وهاد الناس هاد الشيء راه كاين والناس اللي في العمر ديالي عارفين هاد الشيء هذا وكان الفقيه تيعيش من ديك الاربعيه والحديه اين نهار الاربعيه تنجيبوا لي الاربعه تنجيبوا الفلوس تعطيهم ويدي نعطيهم ليه ونهار الحد تنجيب واحد الفلوس تعطيهم ليه وكانوا تيجيبوا لي السكر تيجيبوا لي كذا وتيجيبوا لي كان الفقيه عنده واحد القيمه ديالو وعنده هذا تيعطي العمل للمواطنين تيسدي لهم خدمات وتهما تيخلصوه كان داك الشيء بالمقابل هاد الشيء ما بقاش للاسف باقي 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 الفقه في الجبل وباقي الفقه في البوادي لله الحمد باقي ليه الساحه باقي باقيين باقي الدراري تيقراو باللواح هادوك المدارس القرانيه اللي كاينين في سوس وكاينين في 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 البوادي تيقراو باللواح تيقراو بالسمسار الحمد لله والدوايا وداك الشيء باقي شويه هاد البركه هادي نتمنى من الله ما تقطع شيء.
وكاين الفقيه هادو الهضران، كاين الفقيه مثلا هو اللي دابا تنقولوا الفقيه ديال الجامع تيصلي بالناس، حتى هما تيقولوا لي الفقيه الخطيب ديال الجامعه، هذيك خدمته لحد الساعه محدوده محدوده للاسف، يلاه تيصلي بالناس وصافي، تيصلي بهم العشاء الطور المغرب العشاء كذا 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 وصافي، ولا تيمشي مع شي ناس يقراو عند شي واحد عنده الزرده ولا عنده عنده شي حفله ولا مات شي واحد ولا هذا وهذا، ما بقاش تيكتبوا للمرضى ولا تيديروا داك الشيء. وكاين الفقيه اللي تهضروا عليه حنا الفقه اللي تسموه فقه هما ماشي فقه، هما مشعوذين حتى هما تيلتجؤوا لهم بعض النساء وبعض الرجال من اجل الشعوذه ومن اجل السحر ومن اجل اللي يكتب ليه ويدير ليه ويسحل فلانه ويسحل فلان ويقول لي غنصبرك على القبول، والاخرى اللي تطلق ترجع لراجلها، والاخرى اللي بغاها تزوج بفلان تكتب ليه، وهذا داك الشيء ديال السحور، داك الشيء السحور. وهاد الناس هادو خصنا نعرفوا بان السحر كاين، السحر كاين وموجود والناس تيسحروا الناس، والسحر ذكر الله في القران، والسحر نزل الله على الملكين هاروت وماروت ببابل، والنبي كان تعرض للسحر صلى الله عليه وسلم، والسحر علم من العلوم الشيطانيه، حيث كاين العلوم الربانيه هي هذوك العلوم اللي كانوا بالقران تيداويو الناس، وبالقران تيبريو الناس من الامراض النفسانيه اللي فيهم، كما قلنا على الفقهاء اللي كانوا في الجوامع بكري، وكاين العلوم الشيطانيه هما هاد الفقهاء اللي كثروا دابا واللي موجودين، والخدمه ديالهم هي السحور، تيسحروا تيمشيو عندهم العيالات باش يسحروا الرجال، مشيو عندهم الرجال باش يسحروا العيالات، يمشيو للعيالات يمشيو عندهم الناس باش يخرجوا على شي واحد بغى يخرجوا عليه، وكاين فيهم اللي تنجح في هذه العمليات وتيخرجوا على عباد الله وتيسحروا العباد الله، وكاين العيالات اللي تيمشيو قاطعين يديهم من يد الله وتيمشيو عند الفقهاء، وهاد الفقهاء كثروا داروا لاباس، اليوم تشوف فقيه غادي بكات كات وغادي لاباس عليه، كثر الناس تيجيو عنده، وهذا السحر عالمي انترناسيونال، افريقيا عامره به، اسيا عامره به، فرنسا عندهم السحاره، ميريكان عندهم اللي تيسحروا، كاين كاع داك لا ماجينوار اللي تيخدموا داك السحر الاسود، تيقطعوا راس ديال بنادم ويخدموا به ويديروا به السحور ويديروا به هذه ويديروا به هذه، تيقتلوا الناس باش ياخذوا منهم شي اعضاء باش يسحروا، السحر كاين، السحر كاين وموجود، ما بقاوش حنا نهضروا ونقولوا هذاك الشيء غير شعوذه وداك الشيء غير، هاد الهضره ديال داك الشيء غير شعوذه وكذوب، شي مراه حاولت دير هادشي وخرج لها خاوت قالت لك هذا الشيء غير شعوذه وكذوب، السحر كاين وتيسحروا الناس، شحال مساك الناس مشاو ضحيه ديال السحور، شحال من راجل مشا ضحيه ديال السحور خرجوا عليه، وشحال من مراه خرجوا عليها مشا ضحيه ديال السحور، وكاين الفقهاء اللي تيسحروا وتيديروا السحور وتيسحروا عباد الله، تيخرجوا على عباد الله، قاطعين يديهم من يد الله، لان اللي تلجا للفقيه وتلجا للساحر وتلجا للشوافه هذاك راه تيقول الله انت ما خديتي لي والو ربي خديتي يمشي هذا اللي غيخدي ليا، تيحيد يده من يد الله وتمشي يد الشيطان، تيمد يده يد الشيطان. راك شتي هاد الايام خرجوا دي فيديو بحال ذاك القاضي مسكين اللي دارو تتشعل فيه العافيه، ودوك الناس اللي لهيه في الجبل ما عرفت في واحد خنيفره تتشعل لهم الدار فيها العافيه، هذاك سحر ترميو عليهم سحر تيسبوا لهم بهذا الشيء هذا. وعشت انا واحد الحادثه ديال السحر شفتها بعينيا، راجل في واحد الحادثه وقعت في تفلت، راجل مشينا قال لك راجل ما فهموش القضيه كيفاش انتحر، ولقيناه ماشي عريان مرمي في الزنقه، ولكن البلاصه اللي خرج منها وكيفاش ترماو وشنو لقينا عنده في ذاك البيت ديالو اش تيدير، وذاك الدم اللي لقينا عنده ذاك الشيء عرفناه بان هذاك السحر كان تيسحر وتهز وترمى في الزنقه واحد الرميه خطيره. عرفنا بان كاين السحر والسحر كاين. هاد الناس هاد الفقهاء اللي تيقلبوا على الكنز وتيقلبوا عليه تيكونوا فقهاء سحارين وتيقلبوا على الكنز وغلطوا في الكنز وتيوصلوا لذاك المفزغه ديالهم، الا كان بعض منهم اللي ولاو تيخدموا ذاك اللعبه ديال الكنز مال الكنز غلق الكنز باش ينصبوا على ناس اخرين، تيكونوا هادوك ما فقهاء ما والو غير نصابه، تيمشي عند شي واحد تيقول له اودي راه عندك الكنز في دارك ولا عندك الكنز في الحديقه ديالك ولا في البلاد ديالك ولا في الفلاحه ديالك وغنجبدوه وكذا 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 وتيخدموه وتديو ليه فلوسه. وهضرنا على واحد القضيه في المره معروفه اللي واحد داو ليه 80 مليون وواحد داو ليه 350 مليون، كاين اللي داو ليه 70 مليون بهاد اللعبه ديال عندك كنز في دارك غنجبدوه لك، وتيبداو يحلبوا فيه الفلوس. السحر كاين والسحر كاين والسحر موجود، وللاسف الفقهاء ولاو تيكثروا وتزيدوا الفقهاء عندنا في المغرب.
ولاو تيكثروا هما نصابة. ويلا عنده شي لعيبات خداهم من هنا وتعلمهم من شي شوافه وتعلم شي حاجه باش تيأدي الناس. وكاين الفقهاء اللي عندهم عيالات تيخدموا معاهم وتيمشيو معاهم ورجال تيخدموا معاهم وتيصيدوا لهم الزبائن وتيصيدوا لهم الضحايا وتيجيبوهم لهم. وكاين اللي ما تيقري عباد الله والو غير تيكذب عليهم. وما عنده ما يقدر نقول يقضي لا غرض هو غير هو غير تيكذب ما تيدير حتى حاجه غير كذب تيبقى لا ندير كادي وهذه باش ندير فلوسها. وكاين اللي تيقضي اشنا هو تيقضي تيضر واحد الانسان اخر. تيدير شي حاجه اللي تضر الانسان تضر واحد الانسان هما ديما تيضروا عمر ما ينفعوا تيضروا. تيدفع هذاك اللي جاي عنده باش يضر الاخر ديما المهم كاين ديما كاين ضحيه. وتيقول لك لا يفلح السحر من حيث اتى. اييه لا يفلح الساحر ما غير طفروش كما نقول لا يفلحوا ولكن عنده ضحيه وذاك الضحيه مسكين اللي تيمشي الضحيه ديال ذاك السحور ديالو هذا لا يفلح والاخر تياكل العصا. وكاين ناس تيقين فيهم وكاين عائلات اللي تيقين فيهم وكاين ناس عائلات كبار تيقين فيهم وتيعملهم وتيخدموهم وتيجيبوهم وتيستغلوهم. كاين ناس يديهم من دوله لدوله كاين اللي تدي واحد تجيبو من افريقيا يخدم لها شي حاجه كاين اللي تديه من المغرب ديال فرنسا كاين ناس يديو من هنا للخارج كاين اسيويين تيجيو من الخارج لاسيا كاين وحدين انترناسيونال وكاين وحدين لوكال اللي هما في ديك الدوله في بلادهم تيخدموا وكاين السحاري واعرين في افريقيا كاين السحاري واعرين في اسيا كثار من هاد الخربقه عندنا حنايا ولكن تنقولها علاش تنقول هاد الشيء هذا بان السحر كاين والفقهاء كاينين والشعوذه كاينه وهذا الشيء موجود وكاين الضحايا ديالهم وكاين الناس اللي تتبعهم ولكن هذا الشيء كله تيخرجوا على بنادم غادي تيخرجوا على بنادم وتيطلقوا يديهم ليد الله وتيسبوا لبعض الرجال مساكن في الطلاق يطلق مرته وتيسبب شي واحد يقرب يدين ملك ديال عباد الله وتيسبوا واحد يحمقوه وتيسبوا واحد مسكين يخرجوا عليه هذه خدمتهم لان اعمالهم شيطانيه. وانا تنقول هنا من خلال الحلقه تجنبوا هاد الناس هادو وبعدوا على هاد الناس هادو وعلموا بهاد الناس هادو لما يكون واحد الفقيه جا كرا في واحد الدار ولا تيخدم هاد الشيء علموا به المخزن ولا سيدي عندنا واحد الفقيره ولا الناس داخلين خارجين عنده باش المخزن تيجي يحيدوا وقطعوا يقطع عليه الجدر ديالو ويقدموا العداله ويدخلوا عليه يشدوا في التلبوس يشدوا في العيالات اللي هما تما معاه يشوهوه كما داروا في الدار البيضاء هاد الايام مشى شوهوه من واحد نحيدوا هاد الناس ما نخليوش الحومات ديالنا نبعدوا منهم هاد الناس راهم اذيتي اذيو الناس. نتمنى من الله هاد الرساله توصل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. زوار موقع الحدث 24 مرحبا بكم تنعاودوا نتلاقوا مره اخرى. المجلس الاداري ديال الحدث 24 جلسنا جميعا واتفقنا ومع المدير العام اتفقنا باش نديروا واحد العدد باش نذكروا واحد العدد ديال الجرائم اللي الناس تيكونوا ضحيه ديالها. مجرمين تيديروا بعض الاساليب وتيديروا بعض الافعال اللي تيجعلوا المواطن يكون ضحيه ديالهم سواء السرقه او الاعتداء او 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 او. وحنا بغينا نذكروا واحد المجموعه ديال الجرائم نذكروا الناس ونذكروا الناس كيفاش تيكونوا كيفاش تيوليو ضحيه ديال الجرائم كيفاش يديروا لهم هاد الشفره كيفاش يديروا لهم هاد المجرمين باش تيطيحوهم ونعرفوا الناس الطرق يتفادوا منها باش ما يكونوش ضحايا. وغنديروا عدد ديال الجرائم في حلقات وحده 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 وحده. واليوم غنهضروا مع النساء اللي تيكونوا ضحايا ديال الشوافات. الشوافات اللي هما تيكونوا نصابات. اذا كانوا شي شوافات شوافات بصح وتيقوموا بالعمل ديالهم بصح وتتشوف بصح الله اعلم ما تعرفوش. انا ما تعرفوش. انا تعرفت الشوافات اللي نصابات. تعرف هذه الشوافات نصبه على عباد الله. تدير واحد جوج ثلاثه العيالات معها كعصابه تيعاونوها وتيطيحوا العيالات اللي مساكن ما عندهم ما فراسهم والو تلقى راسها طايحه. اولا الرجال تيمشيو عند الشوافين الشوافات الرجال ولكن العيالات هما تيمشيو بزاف قدو الرجال تنقولوا تيمشيو واحد 2% 3% اللي غيمشي عند الشوافه ولكن العيالات تيمشيو بزاف واحد 80% تيمشيو ماشي كاع المغربيه 80% في المغرب لا 80% من العيالات اللي تيتعاطوا لهذا الشيء هذا واللي تيلقاو راسهم في حاجه باش يمشيو عند الشواف. اولا الشوافه المراه ما تمشي عند الشوافه حتى تقطع يديها بالله. اولا تقول ربي ما قدر عيات ما تطلب عيات ما تطلب الله عيات ما دير ما قدر ليها والو اللهم تمشي تشوف الحل مع الشوافه. تيكون عندها راجل عوج ولا راجل
تيخونها رجعت يدير شي فعايل وتبقى تشوف هذا تعيا ما تكابر معاه تعيا ما دير معاه تعيا ما دير معاه وفي الاخر تجي وحده وتتشكي عليها وتتجرى عند الشوافه. انا نعطيك مثال كيفاش هي اللي تطيح. شي مرة مولا راجلها ما تعطيهاش قيمة وما تديهاش فيها وتتسمعوا بأنه ولدها دار علاقة مع شي وحدة وبأنه كذا وكذا وتتخاف على راسها. تتشكي على صحاباتها تشكي على دارهم تشكي على والدتها واحد ما تعطيها شي حل تطلب الله ما تعطيهاش حل. ألور كما تقول النصارى يصدون أو ديابل كون ديو نو فو بلو ما بغاش الله تمشي عند الشيطان. الشيطان هي شي وحدة ترتبط عندها في الدار تقول لي الراجل راه ولي عندي كذا وسمعته مع شي وحده وانا تنشوف فيه وطلعت فيه تقول لي الاخرى ما كنت هي تنتي راه حاده فمك مدبعه مدبعه نولي يجري على راسك نولي يجري على راسك. وهذه الجمله فين تيطيحوا العيالات تقول لها ما كي راه حاده فمك مدبعه راجلك راه غيمشي لك نولي يجري على راسك تكون مسكينه الاخرى راسها خاويه الاخرى ما عرفها والو انت تقول نولي يجري على راسك اختي وتنعرف انا شنو نجري واش تنعرف نودي انا في سبيل الله غنديك انا في سبيل الله انا ما بغيتش تفرقي مع راجلك ويدير لك ويفعل لك ويترك لك وكذا وكذا ويخليك تمشي عند اخرى سبيل الله غتمشي معايا وغنوريك نمشيو عند الشوافه فلانه ونعيطوا لها صاحبتي فلانه حتى هي تتعرف صاحبتها وتجي وتيطلقوا عليها شي جوج وتيهزوك مرا مسكينه مرض الراجل وبدارها ويمكن راجلها مسكين على مول الله واش نيت هو خرج رجليه الشواري ولا لا ولا هذا وتيدوروا تيديو عند الشوافه وتدخل عند الشوافه تلقى عند الشوافه والشوافات انا من خلال الممارسه ديالي المهنه الشرطه اللي دوزت فيها 40 عام ومن خلال كنشد واحد البريكاد ديال الشعوذه فيها الشوافات فيها الفقهاء فيها داك الشيء كنا تنتبعوا الافعال ديالهم وتنقدموا العداله ولينا تناخذوا شويه الدروس في هذا الميدان هذا. الشوافه تدخل عندها شي وحده وتتعرف كيعيط اللي جابوها اول تيشكيو عليها تتقول لها عافاك الا ما شوف هذه السيده تتقول مشوف علاش جيتوني على الكبده ولا على الراجل ولا على الولد ولا على تيقولوا لي لا على الراجل ايه بالضبط ضرب ذاك الحجر ديالها وداك الشيء ولا على الراجل تقول لي هذو اللي جابوك خوتك وخواتاتك وجابوك سلافك وانت مرضيه الوالدين كان الراجل غيمشي لك الحمد لله اللي جابوك عندي صنتي مزيان هذه حطات عليه المراه الطويله مع اختها القصيره وجاو عندك وجلسوا في دارك وخرجوا ودخلوا وكلاو معاك وضحكوا معاك وانت حاله فمك وداك الشيء داروا لك داروا لك في هذا وداروا لك في هذا تلقى الضوء في راسها شكون الطويله هذه كما عايشه كما زوري كما فاطمه كما بنت فلانه جات عندي مسكينه تلقى تخرق في راسها تيولي يبان لها ما عرفتش شحال ديال المراه كلهم تيبانوا جاو عندها وكلهم دخلوا لدارها وكلهم داروا وانا غنفعك وغنوقف معاك على وجه هذو اللي جاو معاك وغنعاونك دابا انا خصني اولا فلوس البخور وخدي فلوس هادي فلوس هادي فلوس هادي من الناس تبدا الضربة وتقول لها هاكي ها الفلوس ها ديال البخور واجيب لنا الذبيحة مالي الوقت بغاو الذبيحة خصني الذبيحة ما نكذبش عليك هادشي اللي دار هادي اللي دارت الراجل هادشي دارت لي واعر وخصات راجلك الفلوس ولا ما غتفلتش ولا ما غتفلتوش إلا ما دافعتيش راسك وما درتيش ما بعتيش كذا كذا وتخرج من عند الشوافة وتاخذ من عندها فلوس وتدير معاها غتجيب لها فلوس أخرى ديال البخور وغتجيب لها فلوس أخرى ديال الذبيحة وتمشي الاخرى انت تكون صحابها تا تيزلوا معاك كيكملوا لها الباهيه اش تياش قالت شهدت على الصح اش تياش قالت على المراه الطويله الطويله تاع شفتو مع وحده طويله وقالت لك المراه اختها القصيره راه اختي فلا هي فلانه وتبقى يقربوا ليها تاكلوا لها هضره الشوافه لان الشوافه قالت هذا الشيء صح وهذا 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 حتى لو مشات وحده تجي للدار تلقى جالسه تتبدل الشوافه قالت لها صح الناس اللي تيعرفوا تيقول لك عيط لك كانوا غاديين عند الشوافه تيمشيو تيهضروا غير تيمشيو عند الشوافه تيمشيو تيهضروا في الزنقه غادي تيهضروا من تيخرجوا من هنا تيخرجوا ساكسي كل وحده دوخت الشوافه كل وحده تدخل في راسها اش قالت لها الشوافه واش داك الشيء صح ولا بصح قالت لي هذه ما هذه هذه ما هذه هنا تتولي المراه ضحيه ديال الشوافه والشوافه تتشد ما تطلقهاش الشوافه تجي عندها المراه سيرتو لا عرفتها على الراجل على راجلها ولا لا بنتها بغات تجوج حقها ما عندها زهر راه ما تطلقهاش الشوافه راه ماشي هذيك الزياره الاولى لا بحال قريب ماشي هاد الفلوس الاولى ديال لافيزيت باقي التحاليل وباقي السكانير وباقي كذا وباقي كذا بحال هكاك الشوافه ماشي غير لافيزيت الاولى بدات تبدل لك راهي بعدا مفتوح عطاها لك 50 درهم ولا 100 درهم لا تدخل معها الفلوس بخور وخاصها تجي عندها والذبيحه وغادي تمشي معها الدار وغادير معها تجيب لها جوج ديال كذا وتفعل لها كذا
مرا مسكينه تضرب لك شي فيزات عندها شويه تبقى تسرق مرجه شويه تسلم عند واحد صاحبتها شويه تتسلم عند امها شويه تسلم وتتبقى عليها الشواف. طلع حصلها الراجل تدير داك الشيء وتجمع معها كاع تقول الله يعاوني عاونك تزيد دارك حصلها تسحر لي ولا حصلها تديري ولا كذا ولا كذا ولا بغا تزوج ديك البنت ولا بغا حد حيد ولا تثقف تولي ديك البنت تعرفي انها تمشي عند ما عند الشوافات تولي عاد تقفها بصح حتى واحد ما تيديها. هاد الشوافات هادو موجودين في المغرب وموجودين في العالم كامل موجودين. كاين شي ناس في الخارج تنعرفوهم ماشي تنعرفوهم عارفين عليهم ولا الثقافة العامة ديال الدول عارفين عليهم شوافات اللي هما تيدخلوا في الغيبوبة وعاد تيهضروا وعاد تيتكلموا تيثقوا بهم الناس تيقولوا شوافات وكذا وكذا وكذا. كاين عندنا حنا شي شوافات هنا في المغرب ما تيحبسوهاش تتشوافه وتدير ليله وتجيب حماشه وتذبح المعزه وتذبح حتى تشوفهم في مولي بوشتا مولي شوفهم في ذاك الموسم ديال سيدي علي بن حمدوش شحال ديال الشوافات والقياطن والذبيحات والحضره وتضربوا رسوم وكذا وطاطا وهذا وزعما المجمع ديال الشوافات ديال المغرب تتجمع تما. انا ماشي تنقول منعوا هاد الناس يمشيو يزرعوا عليهم ويحيدوا الشوافات من المغرب ماشي شغل الدوله ماشي شغلي انا. انا تنقول يفيقوا العيالات يفيقوا تعرف بانها من تدخل عند الشوافه تتقطع يديها من يد الله صافي تقول الله هذا ما خديتي لي والو الله سبحانه وتعالى ما خديتي لي والو وتدوز الطريق ديال الشوافه اللي هي تعاونها الشيطان لان الشوافه تعاونها الشياطين وتدوز هذا الطريق وهذيك الطريق راه بالفلوس. وكاين العيالات اللي مشاو 8 مليون كاين مشاو 30 مليون كاين مشاو 20 مليون بداوها ليها وكل شوافه عندها البراتيك ديالها وكل شوف عند الخدمه ديالها كيفاش تدير ليها. حنا واحد شدينا واحد المره كانت تدير راجل تحت منها حافر لي ودير ليه برميل تيدخل من واحد الجهه والحصيره وداك الشيء وتقول لها اش قلتي؟ وتهضر هو من تحت البرميل جيب لي الذبيحه جيب لي كذا ما تتعش كنت ما تخافيش والبخور تقلبوا المراه تتولي المراه تهدد تقول لها ما تجيش هاد الشيء ما نعرفكش عندك تسحبك ديال تغرضك وهذا ما نعرفكش. وكاين شوافات اللي داروا عيال تيعاونوهم والفقهاء ديال العيال تيعاونوهم تيعاونوهم تجي عند المرأة تدير راسك بحال عمر ما عرفتها وتدي عند شوفة ما عندوش حتى علاقة هما عصابات كاين شوفة عندها خمسة عيال كاين شوفة عندها ستة كاين شوفة عندها عشرة كاين الفقير اللي عنده 20 مرأة خدامة معاه تيصيدوا له العيالات تيقلبوا عيالات اللي عندهم مشاكل والبنات اللي ما تجوجوش المرأة تتصغر راجلها راه غيديوه ليها. أما الراجل كان مسكين اللي عواج ما كاين حتى حاجة ما كاين لا مرأة لا والو هو عواج وصافي عاطيها الشراب وكذا والآخر تيبقى عمرها شوق على كاشو كاين المرأة اللي كاع مديها في راسها راجلها دب راسه معاها وتجي وحده تدخل لها من هنا وتعرف عندها فلوس وتجي تقول لها واحد يجيبها راسك راجلتو معاها واحد حيطي طويلة وقصيرة وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وتيجيبو تيخرجوا لها الصداع من جنبها. وكاين البنت اللي ما تجوجاش ما عندها ما تجوجاش باقا ما تجوجاش وتجي عندها وحده تقول لها شوفي اختي قول لك واحد القضيه جي راسك انت هذا الشيء انت زوينه الصلاه عندي وقاريه وكذا ما تجوجش ما يمكنش شي حاجه نديرها لك. والشوافه غتجي عندها بنت عارفه مجوجه تقول لها متقفه. والشوافه غتجي عندها وحده غتقول لها انت يا راكي غير ما عندك زهر لا دابا تقول متقفه حيت تما غتدخلها جينا فلوسها. هذه جريمه من الجرائم اللي عندها ضحايا بزاف هي الجريمات اللي تقوم بهم الشوافات والفقهاء وتطيحوا الناس ويديروا فلوسهم بتعاون مع ناس اللي هما عصابه. نتمنى من الله هذا الشيء يكون تينفع الناس وتبارطاج هذا الشيء هذا وتنشكروا الزوار ديال الموقع ديالنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني جمهوري العزيز جمهور حدث 24 حدث 24 مرحبا بكم. وكما عرفتوا مرة تنذكروا واحد الجريمة ديك الجريمة باش تنذكروها وتنبينوها الناس باش الناس يردوا بالهم منها. وهاد الجريمة ديال اليوم جريمة غريبة وعجيبة ولكن كاينة وموجودة وقول الناس ضحية ديالها. انتبهوا معايا هاد الجريمة تتعلق لما تيتشدوا مواليها حنا البوس نقولوا موالين البلاد وهادو تيعرفوهم الناس اللي تخدموا في الشرطه القضائيه اللي تخدموا في الشرطه القضائيه تيعرفوا هاد الجريمه هادي تنقول لهم حنا تنعتوهم بهاد الهضره هاد الكلمه هادي نوصفوهم موالين البلاد تيخدموا البلاد كيفاش تيخدموا البلاد
هادو تيشدو برداد وتيبيعوه بثمن باهظ، تيبيعوه ب 3000 درهم 4000 درهم برداد عادي. تخيل معايا كيفاش واحد غيشري براد ب 3000 درهم. تتكون واحد مجموعه من المجرمين، خص يكون واحد ثلاثه ولا اربعه، ما يكونش واحد ما يكونش جوج ولا ثلاثه، تيكون حتى اربعه، لابد ما يكون تقريبا اربعه المجرمين. تتكون عندهم سياره وتتحركوا بديك السياره وتقوموا بهذه العمليه ديالهم. كيفاش تقوموا بها؟ اولا تتكون معاهم امراه لابسه البيض، معناها ان رجلها ميت ومركبه دري او شده دري في يديها، دريه صغيره في يديها ولا دري في يديها. وتتوقف واحد القنت اللي تيدوزو منه الناس، تكون شويه مخبي حدا شي سوق ولا شي بلاصه، وواقفين عليها جوج رجال، ودوك جوج رجال تيتخاصموا بعضياتهم شادين واحد البراد. ذاك البراد جديد، براد جديد عادي ولكن جديد، والكرتونه ديالو زين ديالنا شويه زيان صوب لها شي تزيينه وشي هذا حطينا. وتيقول لي الاخر صافي انا خديت عند المراه، تيقول لي الاخر صافي عطينا، واش حنا واش لا تنبيعوا شي مع المراه وانت دخلتي فيها في هذا الشيء، خلينا نبيعوا شي معاها. تيقول لها صافي اش قلتي يا المراه؟ بحال تيدابزوا على البراد، بحال تيساوموه وتيدابزوا على ذاك البراد. والمراه تقول اعطوني براد الا ما بغيت صافي ما غنبيعش، اعطيني سيدي براد يمشي بحالتي، اعطوني براد الا ما بيعاش ما بيعاش. لابد ما تيتيريو شي واحد دايز تيشوف ذاك البراد والاخرين تيتناقشوا عليه، انا عطيتها كي شدي الفلوس عطيتي مدي الفلوس، تقول لي لا ما بغيتش، لا 40 ما نبيعوش، 40 ما نبيعوش، نقل 60 ما نبيعوش، والله نقل 60000 ريال نبعتو. وجوج رجال تيدازوا ذاك البراد، واحد يجبد لها 40000 ريال، واش دير هذا؟ شدي كذا كذا، تيبقاو يهضروا. حطيتي شوف كيفاش البراد دير 40. غادي يوقف واحد فيهم تيدور تيقول لا والله ما راجل بالله، عطينا المرا 40000 ريال جا هو داخل علينا زعما زيد عليا 10. انا مشي معايا للدار نزيدها 60، نعطيها 60 دابا نعطيها 60، مشات معايا للدار والله تعطيك هذا 60 بالله، لا سيدي بغيت غير براد، عطوني براد الله يرحمه عطيه، ما غنبيعش ما غنبيعش، ما بقيتش غنبيع، تتهز براد تتخشيه في صاكها تتسد عليه، لا سيدي ما بيعهاش، بحال هذا هربان بحال ما بغاش شاي. الاخرين تيبقاو يتناقشوا، الاخر تيبقى يسمع، تيقول الاخر مال هذا البراد شفتو ب 60، هذا تيشدوا الذهب البيض، هذا مصوب بالذهب البيض، هذو تيجيو من باكستان ولا تيقول لي تيجيو من شي دوله شويه خليجيه، هذا مصوب بالذهب الابيض، حيت دابا هذا تيديوه تيخلي يخدموا واحد الوقت وداك الشيء، وتيديوه تيعطيوه غير الذهبيه تيبيعوا الذهبيه، تيعاودوا بداك البلاتين وداك الشيء، هذا البلاتين مصوبين، وعطينا 40 ما بغاتش، كذا وعطيناها كذا وكذا وكذا وكذا. الاخر تيقول لي ما ديتيه ما ديتو انا، تبارك صاحبي على هذا الشيء، المراه تمشي ليه بحال تسد الطاكسي، هذاك اللي هو تيصيدوه تيتبع المراه. تيقول لها المراه نشوف ذاك البراد، لا سيدي لا، لا نقل 50 ما نبيعوش، وغنشوف البراد غنشوف. تيدوز شي واحد داز بحداه، السلام عليكم السلام، داز مع شي مراه، هو مع العصابه، فاش قلت لها المراه بعتي ذاك البراد ولا باقا؟ تقول لي باقا ما بعتوش، وانا انا البراد ناخذو من عندك، حنا جبنا الفلوس، شحال عطيتي يا سيدي؟ تتقول لي 50، تقول لي 40، لا 40 ما نبيعوش، راهم عطوني 40، راهم عطوني 40. تلقى عليها ذيك المراه عطينا البراد. عطينا البراد عطينا 40 رجع شي بركه، لا 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 قال 50 والله ما نبيعو، انا غير الراجل مات ليا وما نبيعوش، والله لا بعته ولا كذا ولا كذا. ها هو البراقي قال لي شي اوراق الدخل مكتوبين بالشينويه ولا مكتوبين بشي لغه ما مفهوماش، كل ينيش تما مصاوب وفلان. بهذه الطريقه تيتصيد ديك الحينه، تيبقى لاصق المراه، الاخرين تيزيدوا مع الطريقه يتناقشوا تيبعدوا منها. المراه تقول لك الراجل اللي معاه سير جيب 50 فرق من الدار دابا، انا تنتسنى هنا ولا كذا كذا. الاخر تيقول لها لا طاح، إذا طاح في الشبكة تيقول لها يلاه معايا غير البوسطة نعطيك دابا 50، يلاه معايا غير هي نعطيك 50 ديالك ولا الدار ولا ها هي 50، وتيتصيد وتيشريه وتيشريه براد 250 فرانك، براد اللي داير 80 درهم وداير 100 درهم، وتيديه وتصيدوا فيها الناس بزاف. هذه ديال البراد تصيدوا فيها الناس بزاف، وديما تيديروا المرأة نقية ولكن لابسه هذيك الكسوه ديال الحزن، لابسه الابيض كما تنقولوا، كسوه الحزن لابسه باش يقولوا الناس هذه مسكينه راجلها مات وراجلها خلى لها هذا البراد وبغات تبيعو، وتيشوفوا ان ماشي تيطلعوا بها تيحقروها، تيقولوا هذه المراه بغات تبيع هذا البراد
لان غير جامات محجوزه وما عندها شيء وكذا كذا 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 كذا. وتشوف دوك الناس يتخاطفوا ودوك الناس الخمسه بيهم داك الرجل والمراه اللي غير يزيد ودوك جوج رجال اللي كانوا تيدابزوا البراد كلهم عصابه واحده. لما تضربوا شي واحد تدوروا يركبوا في الطوموبيل الضربه مشي بعدوا مدينه اخرى ولا جهه اخرى وجدوا براد اخر. هازي معاهم البراد وتصيدوا وحدين وتشدوا بخمسه براد وسته براد هازي معاهم في الطوموبيل. وكاين اللي باعوا ثلاثه البراد في مدينه واحده بهذه الطريقه هذه. وكاين حاجه اخرى تتشبه لهذه القضيه هذه هي ديال الخاتم. تيجي شي واحد بحال تيهضر باللغه ديال الخليج ها تيبين بان شويه خليجي وتيقول له ذكرت كيشي بغاش تخرج ليا الفلوس جابت شي ثلاثه كيشي الوراق ديال كيشي تيقول لهم هذه راه ما تخدمش هنايا لا ما خدمتليش هنايا انا حاب بيع خاتم خاتم هبيعو واحد يشري خاتم تيبقاو جوج يتناقشوا معاه تيقول شحال هذا الخاتم تيقول لي نعطوك فيه 50 فرانك كم 50 فرانك كم 50 50 دولار 50 دولار لا 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 1000 دولار هذه ذهب وهذا فيها جوهر تيقول لي اخو قداه وقداه طا 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 تيتزايدوا هو تيدير راسو ما تيعرفش العربيه بزاف تيهضر باللغه الخارجيه وتيهضر معاه بالريال ما تيفهمش الريال بالفرانك ما تيفهمش الفرانك وتيشدوا ذاك الخاتم وتيشوفوا فيه تيقول لي هذه راه هذه فيه سفير مثلا ولا فيه دياموندا هنا والاخر تيقول لي نعطوك 100000 فرانك 100000 فرانك كم 100000 فرانك 100 دولار 100 دولار لا لا ما في 100 دولار ما فيه وتبقى غادي سالت وتتبعوها جي خذ غير هذه تتصيدوا شي واحد دايز داك الواحد يتقرب منهم كذا تيبقى تضحك تيقول 150 فرانك تاخذ خاتم خاتم ما ساوي تفتح بحال هذا مساوي بحال بحال هذا ودير فيه شي حجره وتيديو وهذاك ما هو خارجي ولا هو كذا كذا عن الصبا تيدوزوا بهذه اللعبه هذه في الشارع العام وتصيدوا شي واحد دايز إذا تنوعي الناس ردوا بالكم شي واحد تيبيع شي حاجة في الشارع زعما محجوز عليها وما عنده شيء شي واحد بحال هادو تيبيعوا البراد براد خدامين تتمشاو عليه مرة لابسة البيض ولا كما قلنا هذا ديال الخاتم تيبيع ولا شي مرة ديالها شي دبيلي زعما مخبيه في الزيف ودار في القطن وتيدوز الشعيرة تقول لها راني نبيعو بيعي لينا لا مشي عند دايبي تدير صمرة كبيرة لا مشي عند دايبي لا هنشوف الروسي عندك الروسي هو الروسي جبد لي باش قديم فيه 3000 درهم داك الخاتم داك الدبليج وتيبقوا عيال حدا السويقه وحدا تتقرب لها من هنا زعما غيغشموها في الاخر تشري شي وحده ب 1000 درهم من عندها غتحسب بشويه تمشي بحالاتها وتعطيها هذا راه قديم بنيتي هذا فاش تزوجت انايا شريته وتديه تلقاه ما داب ما داز فدا ردوا بالكم من هادشي تيتباع في الشارع شي سوايع تيتباعوا في الشارع شي واحد تيدير راسو خليجي هو غير مغربي تيدير خارجي بحال هذا مولي البراد بحال شي واحد تيبغي يبيع شي خاتم زعما غير الحزان اللي جمعته باش يبيعو هو راه ما يبيعو شيء هادشي تيدار في الشوارع وتيصيدوا الناس هما جوج تيتناقشوا راه كنسامع لك انت اللي دايز ها فين هذاك اللي دايز تيشوفوا فيه باش يدوز بقي غوتو قدامه باش هو يقرب حنا المغاربه بسلامتنا عندنا القضيه هذه وقعت اكسيدون شوف تما ما قاتش تيجيو البوليس وتيهزو بلومبيل وتيديو وقت تصنع حادثه شاف شي جوج تناقشوا بقى تيكملوا شاف شي دازوا تيبقاو وقت ما تيكملوا حنا ديما هكا شوف شي جوج تيهضروا على شي حاجه يبقى يسمع يبقى يمدر راسو من الليل يبقى يشوف شنو كاين هما ديال ديك الكيطابين ديك التحرمين ديالنا باش يصيدوا هو شتي علاش درنا هذه الجريمه ديال اليوم ديال مول البراد وطفنا عليها الجريمه ديال الخاتم باش تفهموا هذه الجرائم مالها كاينين وتيخدموا بها تيضروا بها في المدن المغربيه وتيصيدوا بها الناس كما قلنا مرأة لابسة جلابة بيضاء ومسكينة ما تيها راجلها وكذا وكذا أو واحد مثلا تيهضر كاع بأنه خليجي وبأنه الفلوس ما بغاش تدوز وهذا وهذا ولكن اليوم غنزيدكم واحد بونوس كما غنقولوا غنقول لكم واحد الجريمة أخرى هذه الجريمة خاصة لموالين التليفون الناس اللي عندهم تيليبوتيك مول التيليبوتيك تيجيو وحدين نيجيريين ولا أفارقة ولا تيديروها وتيجيو عنده وتيقول ليه مسيو بغينا دي كارت ديال 100 درهم وزافي 100 درهم لا كارت ديال التليفون 100 درهم ولا 50 درهم تيقول ليه وي تيقول ليه عطينا 8 تيدير راسو حتى فرنسي ما تيقفش فيها مزيان صاحبو تا هو هز معاه الكتوبه زعما راه غادي يزيد 8 يانا 8 تيقول ليه 8 تيشري من عنده تيعطيه وتيمدو لصاحبو تيشد وحده تيبغي داك البورطابل ديالو تيبقى تيحل ديك الوحده تيحلها تيديرها تيقول لي ما خدماتش تيقول ليه
تقول السي حبايب با ما خدامش، تقول انت ما عندكش شنو عندك انوي، تقول اخر نو اتصالات او اتصالات سا ترافاي با اتصالات ما تخدمش نو، تقول رد ليه رد ليه ديالو، ترد ليه ديالو هو ما ترديش ديالو، هذاك صاحبه الوقت الاخر تيكون تيقشر عليك باش يدخل عليه في التليفون، الاخر تيجمع ثمانيه اخرين ولا سبعه اخرين تيجمعهم تيجبدهم تم مصاوب في البلاستيك في هادشي، غير الاخر تيقول ما خداماش هادي ماشي انوي او لا ماشي اتصالات سي با اورانج او مسيو نتان ندير اورانج شوف تما شنو عندي، تقول عندك اورانج انت عطيه عطيه دير تردهم لي تردهم لي خاوين غير مصابين مربقين تمدهم لي، ردوا بالكم من هادو مالين التليفون تيليبوتيك دوك اللي تيجيو عندكم يعطيكم واحد لك ياخذ واحد مجموعه لاكارت واخا جبتي مشكل يردهم لك راه ما تردكش ديالك راه تير هذيك الساعه تلعب وترد وحدين اخرين تيشبهوا لهم خاوين. أتمنى الله يستفدوا الناس من هذا الشيء والرسالة توصل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.